يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بالنيوكليوتايد ميتابوليزم ريفيو واللي بيشمل أول 3 محاضرات لدكتورة آية سميرات. هلا أول إشي بدي إياكم تعرفوه إنه النيوكليوتايد بيتكون من 3 أشياء. أول إشي النيتروجين بيس اللي هي القاعدة النيتروجينية، يا إما بتكون بيورين أو بايريميدين، من بنتوز شوغر يا إما بيكون رايبوز بالآر إن إيه أو دي أوكسي رايبوز بالدي إن إيه، ومجموعة فوسفات شحنتها نيجاتيف، بالتالي هي رح تزيد البولاريتي تاعت النيوكليوتايد وتخليه محتجز داخل الخلية وتمنعه من عبور الممبرين. هلا رح نحكي عن وحدة وحدة فيهم. نبدأ أول إشي بالقواعد النيتروجينية. نبدأ بالبيورين، زي ما أنتوا شايفين بتتكون من حلقتين، وحدة سداسية وواحدة خماسية اسمها إيميدازول، تشمل بشكل أساسي الأدينين اللي عنده NH2، إجوانين عنده NH2 وO، كمان بتشمل الزانثين والهايبوزانثين اللي هم من الكونفنشنال بيورينز، سميناهم هيك انه هم بس بدخلوا بالميتابوليزم وما بنستخدمهم لنصنع دي ان اي او ار ان اي. زي ما انتو شايفين الزانثين عندها او و او، والهايبوزانثين عندها او واحدة، والهايبوزانثين هي البيرنت بيورين رينج، بما انها البيرنت احنا رح نصنعها ونستخدمها لحتى نصنع الباقي. الهايبوزانثين لو عملنا لها امينيشن رح يصير عندنا ادينين زي ما انتو شايفين، الهايبوزانثين لو عملنا لها اوكسيديشن رح تصير زانثين ضفنا لها او، بعدين الزانثين ممكن نرجع نعمل لها امينيشن وتتحول لجوانين. بالنسبة لترقيم الحلقة بنبدأ من الحلقة السداسية، ال N اللي فوق رح تاخد رقم 1، ال N اللي بعدها رقم 3 فبتصير N1 N3، والبينهم الكربون رح تاخد رقم 2 فبتصير 1 2 3 4 5 6. بنروح للحلقة الخماسية، ال N اللي فوق رح تاخد رقم 7 فبصير 7 8 9. بالنسبة للبايريميدين فهي بتتكون من حلقة خماسية واحدة، بتشمل السيتوسين عندها NH2، اليوراسيل عنده O، والثايمين عندها مثل، إذا الثايمين مثل THTH، وكمان عندنا الأوريتيك أسيد زي مبدأ الزانثين والهايبوزانثين، والأوريتيك أسيد بيكون البيرنت بايريميدين رينك لو عملنا له، عنده طبعا زي ما أنتم شايفين كاربوكسيليك جروب، لو عملنا له ديكاربوكسيليشن شلنا هاي المجموعة رح يطلع عندنا يوراسيل، اليوراسيل بعدين بنقدر نعمل له أمينيشن يصير سيتوسين أو ميثيليشن يصير ثايمين. بالنسبة للترقيم ال N اللي تحت رح تاخد رقم 1، ال N اللي بعدها رقم 3، في الكربون اللي بينهم رح تصير رقم 2 فبصير 1 2 3 4 5 6. بالنسبة للسكر في عنا نوعين، الرايبوز اللي هو على الكربون الثاني في عنا OH، بينما دي أوكسي رايبوز بيكون H. الرايبوز موجود بالآر إن إيه وبيكون مور بولر بما إنه عنده OH لكنه less stable، بينما دي أوكسي رايبوز رح يكون بالدي إن إيه less polar لكنه more stable. طيب هلا لو بدنا نيجي نربط النيتروجين بيس على البنتوز شوجر رح يتصلوا مع بعض بجلايكوسيديك لينكج، بس لما يتصل عنا بيورين الحلقة السداسية رح تكون هون، اما الحلقة الخماسية هي اللي رح تتصل بالكربون الاولى عن طريق N9، اذا النيتروجين رقم 9 هي اللي رح تتصل بالكربون الاولى من السكر بالبيورين، بينما البايريميدين النيتروجين رقم 1، اذا النيتروجين 1 هي اللي رح تتصل بالكربون الأولى بالسكر. طيب اتصل القاعدة عنا بالسكر بجلايكوسيديك لينكج هلأ على طبعا كربون 1، بينما الكربون 5 رح يتصل فيها مجموعة فوسفات عن طريق استر بوند. هلأ الفوسفات بين بعضهم ممكن يتصلوا بالفوسفونهايدريد بوند، إذا كان عنا فوسفات واحدة بنسميه نيوكليوسايد مونوفوسفيت، لو عنا تنتين بصير داي، ولو عنا 3 رح يصير اتراي. هلا بالنسبة لهذا الجدول أنا بدي إياكم تفهموه مش تحفظوه. هلا إحنا عنا القاعدة النيتروجينية، بدنا نطلع كيف بيكون اسمها لما تكون رايبو نيوكليوسايد، يعني قاعدة نيتروجينية وسكر، وكيف لما يكون رايبو نيوكليوتايد، وبنفس الوقت بهالحالة لما يكون السكر دي أوكسي رايبوز مش رايبوز. نبدأ أول إشي بالبايريميدين، زي ما أنتوا شايفين بتنتهي بدين دي أي إن إي، فبالتالي الرايبو نيوكليوسايد أو دي أوكسي رايبو نيوكليوسايد تاعتها كمان رح تنتهي بدين للبايريميدين. ناخد مثال سايتوسين، فالرايبو نيوكليوسايدات رح تكون سايتيدين دي أي إن إي، نفس المبدأ. فالرايبو نيوكليوتايد إنه ضفنا لها فوسفات سايتيدين مونوفوسفيز أو سايتيديليت، وطبعا لما يكون دي أوكزي بس نفس الأسماء بس بنضيف بالأول دي أوكزي، وهذا الإشي بالضبط بنطبق كمان على اليوراسيل.
والأوريتيت كمان، هاي الأوريتيت، أوريتيدين، أوريتيدين مونوفوسفيز. طبعا ما عندنا شكل دي أوكزي زي ما حكينا، هدول بيكونوا نون كونفنشنال بيورينوبايريميدين، فما بنقدر نستخدمهم بتصنيع الدي ان اي والار ان اي. اما بالنسبه للتي ثايمين، هلا هي برضه بايريميدين بس ما بتتواجد بشكل الرايبونيوكليوسايد او رايبونيوكليوتايد. الثايمين ما بيكون سكرها الا دي اوكزي رايبوز، اذا ما عندنا ثايمين عنده رايبوز، دائما عنده دي اوكزي رايبوز، فبالتالي رح نشوف انه اسمها دي اوكزي ثايميدين، نفس الاشي انتهت بدين او ثايميدين. هلا ليه هون ما بفرق نحكي دي اوكزي ثايميدين او ثايميدين؟ لانه بكل الاحوال الثايميدين ما رح تكون موجوده الا لما يكون السكر دي اوكزي ريبوز، فهدول التنتين نفس المعنى. اما بالنسبه للبيورين فرح ينتهوا كلهم بهذا الاختصار او اس اي ان اي، زي الادينين حتصير ادينوسين، ادينوسين مونوفوسفيز او ادينيليت، نفس الاشي بالنسبه للدي اوكزي والجوانين. كمان عندنا زانثين رح تصير زانثوسين، زانثوسين مونوفوسفيت. هلا هون في عندنا اشي شوي مختلف عن القاعده، وضروري كتير نعرف انه الهايبوزانثين اللي الرايبونيوكليوسايد تاعتها هي انوسين. هلا صحيح انتهت بنفس الاختصار، بس البدايه بالعاده بتكون مشتقه من اسم النيتروجين بيس، هون مش مشتقه منها. اذا الرايبونيوكليوسايد تاعت الهايبوزانثين هي انوسين، فبالتالي الرايبونيوكليوتايد برضه رح يكون إينوسين مونوفوسفيت أو إينوسينيت. طيب هلأ نحكي عن استخدامات النيوكليوتايد، يعني هم رح يمروا معنا خلال الشرح، بس نحكي بشكل عام هم بsource of energy، ممكن نستخدمهم عشان نصنع النيوكليوسايد، كمان ممكن نستخدمهم كسيجنال ترانسدكشن يعني سايكليك اي ام بي مثلا، ممكن الانالوجز تعونهم، كمان رح نستخدمهم كميديكيشن، رح يمر عنا أكثر من مثال خلال المحاضرة. طيب لو انا بدي اصنع النيوكليوتايد عندي طريقين ممكن امشي فيهم، اول اشي الدينوفو باثوي والسلفيج باثوي. الدينوفو باثوي انه احنا نصنع القاعدة النيتروجينية من الصفر، نبنيها على السكر او مع السكر، بعدين يعني نربطهم مع بعض. بينما السلفيج باثوي انه انا عندي القاعدة النيتروجينية جاهزة بس انا بدي امسكها واركبها مع السكر. الفرق بينهم انه الدينوفو باثوي بتستهلك طاقه بشكل كثير كبير، فبالتالي should be highly regulated. رح نبدا نحكي عن تصنيع البيورين النيوكليوتايدز. بتذكر البيورين حلقه سداسيه مع خماسيه، ضروري نعرف كل ذره بالحلقتين هدول من وين اجوا. النيتروجين رقم 3 و9، وتذكروا لي 9 كثير منيح لانه رح تهمنا بالتصنيع، بتجينا من الجلوتامين. ال N1 رح تجينا من الاسبارتات، و N7 من الجلايسين، فهيك انا بكون استخدمت 3 امينو اسيدز اللي هم جلايسين اسبارتات وجلوتامين، بينما الكربون السادس بتيجي من سي او 2، الكربون الثانيه والثامنه رح يكونوا من ان 10 فورمال تترا هيدروفيلات. انسوا اللي هون انه ان سي 2 سي 8 بيجوا من الان 10 تترا هيدروفيلات. طيب هلا بدنا نحكي علشان نصنع البيورين النيوكليوتايد، بدنا حكينا سكر وبدنا قاعدة نيتروجينية، فالشكل الفعال من السكر اللي هو الرايبوز 5 فوسفيت، مش اللي احنا بيجينا من البنتوز فوسفيت باثوي، هذا الشكل مش فعال. الشكل الفعال هو البي ار بي بي. كيف بدي اصنع البي ار بي بي او الفايف فوسفورايبوز البايروفوسفيت؟ بجيب رايبوز 5 فوسفيت من البنتوز فوسفيت باثوي، وبستهلك طاقة، جزيئين طاقة، بعمل له اكتيفيشن، واحنا عارفين من البيوكيمستري انه خطوة الاكتيفيشن دائما بتستهلك 2 اي تي بي عن طريق انزيم اسمه بي ار بي بي سينثتيز. ليش اسمه سينثتيز مش سينثيز؟ لانه احنا استهلكنا طاقة، ورح يطلع عندي بي ار بي بي اللي هي الشكل الفعال من الرايبوز 5 فوسفات. وهيك هلا بنقدر نبدا تصنيع النيوكليوتايد. طيب عملنا اكتيفيشن عشان نبدا نصنع البيورين، زي ما حكينا بدنا نجيب ان 9 اذا بتتذكر، وخلينا نرجع ان 9 هي اللي كانت ترتبط بالسكر. هلا حورجيكم اياها، احنا حكيناها من شوي انه ان 9 من البيورين هي اللي رح تتصل بالسكر، فانه اول اشي بدنا نربطه بالسكر هو ان 9. ان 9 مين كان يتبرع لنا فيها؟ الجلوتامين، برضو من شوي حكيناها، هاي نرجع ان 9 مين كان يتبرع فيها؟ الجلوتامين. اذا رح اخذ الجلوتامين، اخذ منه ان، واشيل البايروفوسفات من البي ار بي بي اللي هو الاكتيف فورم تاع الرايبوز 5 فوسفات. اذا حشيل البايروفوسفات واربط الان مكانها عن طريق انزيم اسمه جلوتامين،
فوسفو رايبوزيل بايروفوسفيت أميدو ترانسفيريز. إذا هو نقل ال N من الجلوتامين وحطها مكان البايروفوسفيت. طبعا هاي الخطوة هي أول خطوة تعتبر ال committed step، الخطوة الملزمة و should be highly regulated. إيش ال regulation عليها؟ أكيد وجود السبستريت رح يعمل activation. إذا أنا عندي PRPP بكميات كبيرة فهذا الإشي رح يشجعني أعمل purine النيوكليوتايد synthesis. إذا ال PRPP بتعمل activation للخطوة الأولى ولهذا الإنزيم. طيب شو اللي رح يعمل inhibition؟ زي ما تعودنا بالبيوكيمستري دائما ال end products رح يعملوا inhibition. إيش ال end products هون؟ اللي هو رح يطلع لما نصنع البيورين النيوكليوتايدز. طيب شو البيورين النيوكليوتايدز رح يطلعوا عندنا؟ اللي هم أدينوسين مونوفوسفيت، جوانوسين مونوفوسفيت، وإينوسين مونوفوسفيت. إذا هذول الثلاث رح يعملوا inhibition لهاي الخطوة. هلا باقي الخطوات الدكتورة ما شرحتهم بالتفصيل، بس حكت إنه لازم نكون عارفين إنه في عندي أربع خطوات رح يستهلكوا ATP، خطوتين رح يستهلكوا N10 فورمال تترا هيدروفيليت. طبعا ليت N10 تترا هيدروفيليت هيو اللي هو تبرع لنا بالكربون الثانية والثامنة، فإذا أنا حستخدم اثنين منهم. وإشي كتير مهم ننتبه إنه الناتج النهائي من البيورين النيوكليوتايد سينثيسز هو الإنوسينات. إيش الإنوسينات؟ هو النيوكليوتايد جاي من الهايبوزانثين. الهايبوزانثين إذا تتذكروا كمان حكينا إنه هي البيرنت بيورين النيوكليوتايد. إذا شو البيرنت بيورين رينج عفوا، إذا شو البيرنت بيورين النيوكليوتايد؟ هو الإنوسينات. أنا طلع عندي إنوسينات رح أستخدمه لحتى أصنع باقي النيوكليوتايدز بيورين النيوكليوتايدز، وهلأ رح نشوف كيف رح أستخدمه لأصنع الباقي. نبدا اول اشي كيف بدنا نصنع الادينات الادينيلات. لو تتذكروا علشان نحول الهايبوزانثين اللي هي القاعده النيتروجينيه تاعت الانوسينات لادينين اللي هي القاعده النيتروجينيه تاعت الادينيلات، كنا ايش نعمل؟ كنا نعمل امينيشن. فبدنا هون ان، من وين نجيب الان؟ مصدرها رح يكون الاسبارتيت او الاسبارتيك اسيد. اذا مصدر النيتروجين اول حرف منه رح يكون نفس حرف الناتج ادينيلات اسبارتيت. اذا الاسبارتيت رح تتبرع عنا بالN، رح اخذ هاي الN واربطها على الانوسينات. تمام، رح استهلك طاقة GTP. الطاقة بتكون كحرف عكس اللي هو حرف الناتج. اذا الادينيلات باخذ القاعدة الناتجينية من اسبارتات نفس الحرف، بينما الطاقة رح اخذها من GTP. رح يطلع عنا ادينيلوساكسينات عن طريق انزيم اسمه ادينيلوساكسينات سينثتيز. طبعا صرتوا عارفين ليه سينثتيز، لانه استهلكنا طاقة. هلا الاسبارتات ربطها على الانوسينات فطلع عندي ادينيلوساكسينات. هلا الاسبارتات انا ما بدي منها غير الالفا نيتروجين اللي انتو شايفينها هاي، اما الباقي كله ما بدي اياه، فرح يطلع على شكل باي برودكت اسمه فيوميريت. اذا اصلا الاسبارتات شو هي؟ هي فيوميريت معها الفا نيتروجين. اذا انا اخذت الالفا نيتروجين شو رح يضل؟ الفيوميريت. فطلع الفيوميريت از باي برودكت وضل عندي ادينيلات. هيك انا صنعت ادينيلات، صار دور نصنع لجوانيلات. اذا تتذكروا كيف كنا نحول الهايبوزانثين لجوانين، اول اشي كنا نعمل اوكسيديشن للهايبوزانثين نخليها زانثين، بعد الزانثين نعمل له امينيشن ونحولها لجوانين. اذا اول خطوة انا بدي اعمل اوكسيديشن عن طريق IMP dehydrogenase. صرنا نعرف انه dehydrogenase يعني صار عندي اوكسيديشن. بما انه صار اوكسيديشن لازم يصير ريدكشن. كيف ريدكشن رح يصير؟ ناد بلس رح تتحول لناد اتش، فصار عندي زانثيلات. هلا الزانثيلات بدي اعمل له امينيشن. شو مصدر الامين؟ حكينا مصدر الامين بيكون الحرف نفس الناتج. اذا جوانيلات رح تاخد الان من الجلوتامين، يعني الجلوتامين رح تتبرع لنا بالنيتروجين، ومصدر الطاقة الحرف العكس اللي هي ATP. بس ضروري ننتبه هون انه ال ATP صارت AMP، يعني التراي صارت مونو. اذا هون احنا فعليا استهلكنا 2 ATP. هيك احنا بنكون خلصنا. بدنا نرجع نحسب الطاقة اللي طلعت معنا. اول اشي عملنا اكتيفيشن، خطوة الاكتيفيشن قد استهلكت 2 ATP. بعدين العشر خطوات هذول كلهم قلنا استهلكنا فيهم 4 ATP، صاروا 6. بعدين اذا بدنا نحول الانوسينات لادينيلات رح نستهلك 1 ATP، بس لو بدنا نحولها لجوانيلات رح نستخدم 2 ATP. هلا هاي الصورة ما فيها اشي جديد حكينا. اذا احنا ما عندنا طاقة بديهيا ما رح اقدر اصنع. اذا ال AMP وال GMP رح يعملوا لي inhibition، بينما لو انا عندي طاقة زي ال ATP وال GTP اكيد رح اقدر اصنع ال purine.
النيوكليوتايدز. هون برضو نفس المبدا حكينا انه الباي برودكت اللي هي انوسينيت مونوفوسفيت اللي هي طلعت معنا بالسايكل بعدين حولناها للاي ام بي والجي ام بي، هذول النواتج النهائيه اكيد رح يعملوا انهيبيشن، لانه انا لو عندي النواتج النهائيه ليش بدي اصنعهم يعني. وهي الصوره اللي هلا من شوي حكيناها. طيب لو انا عندي النيوكليوسايد مونوفوسفيت وبدي احوله لداي فوسفيت او تراي فوسفيت، عندنا انزيمين عشان احول من مونو لداي، في عندنا انزيم اسمه نيوكليوسايد مونوفوسفيت كاينيز. هلا هذا الانزيم ما بيهتم لنوع السكر لكنه بيهتم لنوع القاعده النيتروجينيه، فانا حسب القاعده النيتروجينيه رح يكون اسمه، يعني مثلا هون اسمه ادينيليت كاينيز بينما تحت رح يكون جوانيليت كاينيز. اذا هذا الانزيم بهم بيز سبيسيفيك حسب القاعده النيتروجينيه بتغير اسمه. طيب لو بدي احول من داي لتراي، عندي انزيم نفس الاسم بس اللهم بدل مونو صار داي، نيوكليوسايد داي فوسفيت كاينيز. هذا الانزيم لا بهم القاعدة النيتروجينية ولا بهم نوع السكر، فهو نفس الاسم على كل القواعد النيتروجينية. طيب هلا خلصنا الدي نوفو سينثيسز، صار دور السلفيج باثوي. ايش السلفيج باثوي؟ انه انا عندي القاعدة النيتروجينية جاهزة بس بدي امسكها واركبها على السكر. طيب ناخذ امثله، في عندنا ادينين قاعده نيتروجينيه وبي ار بي بي اللي هو الجزء الفعال او الشكل الفعال من الرايبوز 5 فوسفيت، راح اشيل البايروفوسفيت واربط مكانها الادينين، راح يطلع عندي ادينيلات باستخدام انزيم اسمه ادينين فوسفورايبوز الترانسفيريز انزيم. نفس الشيء بالنسبه للجوانين والهايبوزانثين، بس الفرق انه الجوانين والهايبوزانثين نفس الانزيم هو اللي راح يعمل تحويلها، يعني راح يتم هذا التفاعل عن طريقه، فبنسميه هايبوزانثين اجوان، يعني الاثنين نفس الانزيم بيشتغل مع بعض. فوسفورايبوز الترانسفيريز ضروري نتذكر الاختصار لانه رح نحكي عن ديفيشنسي لها علاقه فيه، اذا اتش جي بي ار تي هايبوزانثين جوانين فوسفورايبوز الترانسفيريز. طيب عرفنا كيف نحول الفوسفات من مونو لداي ولا تراي. طب لو انا بدي احول السكر، يعني عندي رايبوز بدي احوله لدي اوكسي رايبوز، عندنا انزيم اسمه رايبونيوكليوتايد ريدكتيز. هذا الانزيم مسؤول انه يحول للرايبوز لدي اوكسي رايبوز، بس عنده شرط واحد، انه السبستريت لازم يكون داي فوسفيت، ادينوسين داي فوسفيت، ما بينفع يكون تراي، اذا كانت تراي ما رح يشتغل، لازم يكون داي. اذا حكينا الرايبونيوكليوتايد ريدكتيز هو الانزيم المسؤول عن تحويل الرايبوز لدي اوكسي رايبوز، والسبستريت لازم يكون داي، فهي حولنا الاي دي بي لدي اوكسي اي دي بي. بعدين لو انا بدي اياه تراي بقدر احوله على نفس الانزيم اللي حكينا عنه من شوي اللي هو نيوكليوسايد داي فوسفيت كاينيز. هلا فهمنا المبدا، رح نحكي بالتفصيل كيف صارت هاي العمليه. اذا بما انه انا بدي اعمل دي اوكسي، يعني انا بدي اشيل او، يعني انا بدي اعمل ريدكشن، اذا انا صار عندي ريدكشن للرايبونيوكليوسايد داي فوسفيت صار دي اوكسي رايبونيوكليوسايد فوسفيت، صار عندي ريدكشن يعني لازم يصير عندي اوكسيديشن. كيف رح نعمل اوكسيديشن؟ الانزيم المسؤول عن هاي الخطوه اللي هو رايبونيوكليوتايد ريدكتيز عنده 2 SH، يعني عنده 2 سلف هايدرال جروبس. هلا ال H رح يخسرها لانه حيصير له اوكسيديشن، الاوكسيديشن هو خسارة ال H، فهو رح يخسر 2 H، فهيك انا صار عندي صار التفاعل اللي بدي اياه، بس بنفس الوقت الانزيم اللي قاعدة استخدمه بطل فعال. ليش؟ لانه هو صار بالشكل المش فعال له اللي هو اوكسيدايزد، هو لازم يكون ريديوست معاه 2 H، فانا بدي اعمل له ريجينيريشن علشان اقدر استخدمه من جديد. كيف الريجينيريشن؟ بدي اجيب كوفاكتر يتبرع لي ب 2 هيدروجين واعطيهم لهذا الانزيم. الكوفاكتر اللي عندي اسمه ثيوريدوكسن، اذا الثيوريدوكسن راح يتبرع لنا ب 2 H نعطيهم للرايبونيوكليوتايد ريدكتيز عشان يطلع للشكل الفعال، وهي الرايبونيوكليوتايد ريدكتيز صار بالشكل الفعال اللي هو الريديوس، والثايرودوكسين خسر الهيدروجين فصار عنده 2S. هلا احنا عملنا التفاعل، حولنا الرايبوز لدي اوكسي رايبوز وعملنا جينيريشن او ريجينيريشن للانزيم تاعنا، بس الكوفاكتر اللي بنستخدمه نفس المشكله لازم نعمل له ريجينيريشن، فبنجيب ناد بي اتش، الناد بي اتش رح تتبرع بالاتش رح يصير لها اوكسيديشن، تخسر الاتش تعطيها للثايرودوكسن ويرجع لشكله الفعال، فبالتالي احنا بنقدر نحكي عن ناد بي اتش هي الالتيميت سورس اوف هيدروجين، ضروري نتذكرها، اذا الناد بي اتش هي الالتيميت سورس اوف هيدروجين او الالتيميت ريديوسينج ايجنت. واخر خطوه مين الانزيم المسؤول عنها؟ ثيوريدوكسين ريدكتيز، لانه هو رح يصير في عنا ريدكشن للثيوريدوكسين، اذا ثيوريدوكسين ريدكتيز.
آخر إشي بالجزء الأول من المحاضرة بنقدر نحكي أكتر عن الإنزيم هذا اللي هو رايبو نيوكليوتايد ريدكتيز. بتكون من 4 سب يونتس، 2 منهم B1 أو R1 و2 B2 أو R2، عنده 3 مواقع للاتصال إلى 3 بايندينج سايت، واحد منهم كاتاليتيك اللي هو زي ما بنعرف الأكتيف سايت واللي بيتصل فيه السبستريت، و2 ألوستيريك، اثنين الستريك وون كاتاليتيك. التو الستريك هم واحد مسؤول عن الاكتيفيتي سايت. ايش يعني اكتيفيتي سايت؟ انه مسؤول انه هذا الانزيم يشتغل ولا ما يشتغل. هلا احنا بنعرف لو في عندي سبستريت راح يشتغل، يعني لو انا عندي رايبوز راح يشتغل، بس لو انا عندي دي اوكسي رايبوز اللي هو الانتي برودكت ما راح يشتغل. اذا راح يعمل له اكتيفيشن الرايبوز ولا راح يعمل له انهيبيشن الدي اوكسي رايبوز. بينما في عندنا كمان السبستريت سبيسيفيسيتي سايتس اللي هو يعني حسب شو بيرتبط بهذا المكان رح نعرف الانزيم هذا رح يشتغل على اي سبستريت. فلو ارتبط هون بيورين الانزيم رح يشتغل على بايريميدين، بينما لو ارتبط هون بايريميدين الانزيم رح يشتغل على البيورين. في عندنا هون دواء بدنا نعرف استخدامه اسمه هيدروكسي يوريا. هلا الهيدروكسي يوريا رح يعمل انهيبيشن للانزيم اللي حكينا عنه من شوي اللي هو رايبونيوكليوتايد ريدكتيز. بالتالي انا ما عندي رايبوز يتحول لدي اوكسي رايبوز، يعني انا ما عندي، ما رح اقدر اصنع دي ان اي. بما اني ما صنع الدي ان اي ما رح يصير في عندنا سيل ديفيجن، بالتالي هذا الدواء يستخدم لعلاج السرطان. طيب هلا بدنا نحكي عن التكسير. بدنا نعرف انه النيوكليوتايد البيورين نيوكليوتايد لو احنا اجانا من الدايت فهو وين رح يتكسر؟ بالسمول انتستن. بس لو كان اصلا موجود عندنا بالجسم فرح يتكسر وين؟ بالليفر. طيب كيف بيتم التكسير؟ اذا انا عندي دي ان اي وار ان اي رح يجي انزيم من البنكرياس اسمه نيوكليازز. هذا النيوكليازز رح يحول الدي ان اي والار ان اي لاوليجو نيوكليوتايدز. بعدين رح يجي كمان انزيم من البنكرياس اسمه فوسفودايستريزز رح يحول الاوليجو نيوكليوتايدز لمونو نيوكليوتايدز. بعد ما صار عندي مونو نيوكليوتايدز انا بدي اشيل منهم الفوسفات، فبجيب النيوكليوتايدازز. ليه سميناه تايدازز؟ لانه السبستريت عنده هو نيوكليوتايد، فمونو نيوكليوتايدز رح يحولهم لنيوكليوتايدازز لنيوكليوسايد. طيب بنجيب كمان انزيم اسمه نيوكليوسايدازز لانه السبستريت تاع نيوكليوسايد رح يحولهم للسكر والنيتروجين بيس. ضروري نعرف انه اول انزيمين اجوا من البنكرياس والانزيمين الثانيات اللي هو نيوكليوتايدز والنيوكليوسايدز هدول من الانتستينال سيلز. هلا بالنسبه للنواتج السكر والبايريميدين خلص رح يروح للدم، بينما البيورين رح يكمل ويدخل لليوريك سايكل اللي هلا رح نعرف خطواتها. طيب نبدا اول اشي من عند الجي ام بي كيف رح يتكسر لحتى يوصل لليوريك اسيد. اول اشي عندي جي ام بي جوانوسين مونوفوسفيت بدي احوله لنيوكليوسايد، يعني بدي اخلي جوانوسين عن طريق الانزيم نفسه اللي اخذناه من شوي النيوكليوتايديز رح يحول لي الجوانوسين مونوفوسفيت لجوانوسين. بعد ما صار عندي جوانوسين بدي اشيل منه السكر عن طريق بيورين نيوكليوتايد فوسفوريليز. اذا البيورين نيوكليوسايد فوسفوريليز هو انزيم رح يحول لي الجوانوسين او النيوكليوسايد للقاعده الناتجه إجوانين. صار عندي نيتروجين بيس، هلا بدي احولها لزانثين. كيف كنا نحول بين الإجوانين ولزانثين؟ هلا من زانثين لإجوانين بنعمل امينيشن، لو العكس بدي اعمل دي امينيشن. ايش اسم الانزيم؟ إجوانيز. اذا عملت إجوانيز استخدمت إجوانيز لحتى اعمل دي امينيشن للإجوانين ويصير زانثين. رح نوقف هون نشوف شو رح يصير بالاي ام بي ونرجع. بالنسبه للادينوسين مونوفوسفيت عندي طريقين بقدر امشي فيهم، يا اما بشيل الفوسفات بعدين بشيل ال NH2، يا العكس انه اشيل ال NH2 بعدين بشيل الفوسفات. لو بدنا نمشي بالطريق اللي فوق بنعمل دي امينيشن، يعني انا بشيل النيتروجين بالاول عن طريق AMP دي امينيز رح يطلع عندي IMP انوسينات مونوفوسفات. تتذكروا كيف كنا نحول من الادينين للانوسين؟ كنا نعمل دي امينيشن صح، او من الانوسين اللي هو هايبوزانثين للادينين امينيشن، فالعكس رح يكون دي امينيشن. صار عندي اي ام بي بدي اشيل منها الفوسفات عن طريق انزيم اسمه نيوكليوتايديز نفسه اللي اخذناه من شوي. نيوكليوتايديز شال لي الفوسفات صار عندي انوسين. او لو بدي امشي من الطريق الثاني
انه بشيل الفوسفات عن طريق النيوكليوتايديز، بعدين بعمل الدي امينيشن، بعمل الدي امينيشن عن طريق ادينوسين دي امينيز. اذا يا بشيل بعمل دي امينيشن بعدين بشيل الفوسفات، يا اما بشيل الفوسفات بعدين بعمل دي امينيشن، بالحالتين رح ينتج عندي انوسين. هلا الانوسين بدي احولها لهايبوزانثين، يعني انا بدي احول النيوكليوسايد للقاعده الناتجنيه. شو الانزيم اللي حكينا رح نستخدمه؟ اللي هو بيورين النيوكليوسايد فوسفوريليز. صار عندي هايبوزانثين بدي احولها لزانثين. كيف بحول الهايبوزانثين لزانثين؟ بنعمل اوكسيديشن، فرح استخدم انزيم اسمه زانثين اوكسيديز. اذا هلا بديت ب AMP و GMP وانتهيت بزانثين. هلا الزانثين بقدر ببساطه احوله ليوريك اسيد عن طريق الزانثين اوكسيديز، بعمل له اوكسيديشن بصير يوريك اسيد. اذا هذا الانزيم استخدمناه مرتين، مره عشان احول الهايبوزانثين لزانثين، ومره عشان احول الزانثين ليوريك اسيد. فببساطة بنستنتج لو كان عندي ديفيشنسي بالزانثين اوكسيديز ما رح ينتج عندي يوريك اسيد، رح يتراكم عندي زانثين وهايبوزانثين. طيب بدنا نحكي عن شوية امراض بتيجي لما يكون في عنا مشكلة بالبيورين ميتابوليزم. اول مرض اللي هو الجاوت. الجاوت هو النقرس. بهذا المرض بيكون عندي هاي ليفلز اوف يوريك اسيد بالبلد. اليوريك اسيد هذا اللي انتجناه من شوي او طلع عندنا من شوي بيكون في مستوياته في الدم كتير عالية. شو مشكلة انه يكون عندي يوريك اسيد كتير بالدم؟ انه اليوريك اسيد بورلي سولابل، بمعنى انه رح يصير يتجمع على شكل كريستالات. هاي الكريستالات لما تتجمع مع بعض رح تكون حوافها حادة، فرح تعمل لي زي التهاب بالمفاصل او اللي هو بنسميه الارثرايتس. طبعا بدنا نعرف انه 90% من اللي عندهم هذا المرض بيكون سببه under excretion of uric acid، يعني ما مش قاعدين يتخلصوا من اليوريك اسيد، و10% بس بيكون over production of uric acid. يعني انا مثلا عندي AMP كتير، عندي GMP كتير، فقاعدة بصنع يوريك اسيد بكميات كتير كبيرة. طب كيف ممكن اعالج هذا المرض؟ اول دواء عندنا الالوبيورانول. هذا الدواء هو irreversible inhibitor للزانثين اوكسيديز، هذا الانزيم اللي حكينا من شوي. الدواء اذا الالوبيورانول بيكون الالوبيورانول عفوا بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم اللي هو زانثين اوكسيديز، فهيك رح يصير الاند برودكت عندنا يا هايبوزانثين يا زانثين. والشيء المنيح انه الهايبوزانثين هو مور سولابل، فما رح يعمل لنا نفس الانفلاميشن. كمان في عنا كولتاشاسين والبريدينيسون والاندوميتاسين. هدول الادويه ما بيعالجوا المرض لكنهم رح يخففوا من الانفلاميشن والبين. وفي عندي كمان برودينيسيد وسلفينفايرازون. هدول ايش بيعملوا؟ بيزيدوا اليوريك رينال اكسكريشن اوف يوريك. زي ما حكينا 90% من اللي عندهم هذا المرض عندهم مشكله بالاكسكريشن تاع اليوريك اسيد، فهذا الاشي رح يساعدنا بالانيمينيشن او الاكسكريشن تاع اليوريك اسيد. اوكي نيجي نحكي عن كمان سيندروم او مرض اللي هو الشليان سيندروم. هذا السيندروم بيكون اكس لينك ريسيسيف ديزيز، بمعنى انه بيكون موجود بالميلز اكثر من الفيميلز. عندنا ديفيشنسي بالاتش جي بي ار تي. قلت لكم تذكروا ايش اختصاره، لو بدي ارجع لكم بالسلايدز اورجيكم وين حكينا عنه. هيو الاتش جي بي ار تي اللي كنا نستخدمه بالسالفيج باثوي، ناخذ الجوانين والهايبوزانثين نربطهم مع البي ار بي في ويطلع عنا بيورين النيوكليوتايد. اذا صار عندنا مشكله بهذا الانزيم فما رح نقدر نعمل سالفيج باثوي. هذا الشيء ايش رح يعني يسبب لنا؟ انه انا عندنا كتير بي ار بي بي، لانه انا مش قاعده استخدمه بالهايبوزانثين، يعني مو قاعده اربطه الهايبوزانثين وجوانين، فبالتالي رح يقلل الاند برودكت للاي ام بي والجي ام بي ورح يزيد الدي نوفو سينثيسز. عارفين ليه رح يزيد الدي نوفو سينثيسز؟ خلينا نرجع نحكي السلايد. طيب هلا بما انه ليش رح يصير عندنا زياده بالدينوفو سينثيسز؟ هلا لما نبدا نعمل سالفيج باثوي احنا هيك بنكون عملنا انهيبيشن للدينوفو سينثيسز. ليه؟ لانه اول اشي احنا استهلكنا البي ار بي بي اللي هي السبستريت برضو للدينوفو سينثيسز، فلو انا ما عندي سبستريت يعني ما رح اقدر اعمل دينوفو سينثيسز. هاي اول سبب. ثاني سبب انه احنا انتجنا ادينيليت جوانيليت انوسين اللي هم الاند برودكتس تاعون الدينوفو سينثيسز، والاند برودكتس بيعملوا انهيبيشن. اذا انا عندي سببين ليش السلفيج باثوي لو عملناها رح نعمل انهيبيشن للدينوفو، انه احنا استهلكنا السبستريت البي ار بي بي وانتجنا الاند برودكت اللي رح يعملوا انهيبيشن. فلو نعكس العلاقه، لو انا ما عندي سالفيج يعني عندي نوفو، عندي دي نوفو. لو انا عندي دي نوفو ما عندي سالفيج. فهمتوا المبدا؟
طيب خلصنا نحكي عن هدول، نحكي ايش الاشياء اللي بتكون موجودة عند مريض اللي هو الشليان سيندروم. رح يكون عنده ستونز بالكدني، رح يكون عنده جاوت ارثرايتس، رح يكون عنده زي تخلف بالعقل او مشاكل عقلية اللي هو كونجينيتيف ديفيسيت، وفي كمان رح يكون عنده زي باد هابت زي انه مثلا بياكل اظافره او something like that. طيب نيجي نحكي كمان عن مرض اللي هو ادينوسين دي امينيز ديفيشنسي. هذا المرض هو بيكون في عندنا مشكلة بالانزيم اللي رح يحول الادينوسين لانوسين، فبيصير في عندنا كتير دي اي تي بي. بما انه احنا عندنا كتير دي اي تي بي رح نعمل انهيبيشن للرايبونيوكليوتايد ريدكتيز. فهمنا المبدأ؟ إذا هذا الديفيشنسي عندنا ديفيشنسي بالأدينوسين دي أمينيز اللي هو هذا الإنزيم كان يحول لنا الأدينوسين لإنوسين، فبما إنه حولهم عندنا مشكلة فيه، فإحنا حيصير عندنا تراكم لدي أوكسي أدينوسين ترايفوسفيت اللي هو كان الإند برودكت تاع الرايبونيوكليوتايد ريدكتيز. إذا تتذكروا الرايبونيوكليوتايد ريدكتيز هو الإنزيم اللي بحول لي الرايبوز لدي أوكسي رايبوز، فأنا لو عندي إند برودكت اللي هو دي أوكسي رايبوز فما رح يشتغل، فأنا صار عندي إنهيبيشن إله، فهذا الإشي رح يأثر على تصنيع الدي إن إيه، رح يأثر على السيل ديفيجن، رح يأثر على الليمفوسايت اللي هو الخلايا المناعية بي وتي اللي كانوا يحمونا من البكتيريا والفيرال انفكشن. فما بما انه هذا المريض عنده مشكلة بالليمفوسايت فهو رح يكون معرض بشكل كبير للأمراض، فايش بنعمل؟ بعزلوه جوا اشي اسمه بابل بوي، يعني بعزلوه عن البيئة الخارجية، وطبعا هو بيسبب سيفير كومبايند اميونو ديفيشنسي. ليش سميناها كومبايند؟ لانه بتشمل البي والتي ليمفوسايتس. هلا الحل انه يعني نعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن، بس اكيد هون احنا بدنا نصير ندور على المتبرع اللي مناسب لهذا المريض. طيب هلا صرنا احنا حاكين كيف رح نصنع البيورين نيوكليوتايدز وكيف رح نسكر نكسرهم عفوا، فهلأ صار دور انه نحكي عن البايريميدين نيوكليوتايد سينثيسز. هلأ اذا بتتذكروا لما حكينا عن البيورين، لما نيجي البيورين كيف بنصنعها؟ بناخد النيتروجين التاسعة من الجلوتامين وبنربطها على الكربون الاولى من السكر، بمعنى انه احنا بنبني الرينج على السكر نفسه. هلأ البايريميدين الموضوع مختلف، احنا رح نبني الرينج بشكل منفصل بعدين نمسكها ونربطها على السكر. ضروري نعرف الرينج من شو بتتكون. اذا النيتروجين رقم 3 مصدرها رح يكون الاسبارتيت، بعدين عفوا مصدرها حيكون الجلوتامين، خربطت. اذا النيتروجين رح يكون مصدرها الجلوتامين، بينما الكربون الثاني رح يكون مصدرها البايكربونات او سي او 2، والنيتروجين الاولى هي مصدرها اسبارتيت. اذا النيتروجين 1 من اسبارتيت والنيتروجين 3 من جلوتامين. الاسبارتيت رح تتبرع بكل شيء بالثلاث كربونات، والنيتروجين رح نربطها بعدين على السكر وتعطينا البايريميدين نيوكليوتايد. طيب هلا رح ناخذ كل الخطوات بالتفصيل الممل. اول خطوه رح ناخذ الN من الجلوتامين نربطها مع CO2، وهاي الخطوه رح تستهلك 2 ATP، واحده علشان اضيفها للكربومول حيطلع عندي كربومول فوسفات، يعني لما نربط CO2 والجلوتامين رح يعطونا كربومول، بدهم فوسفات فبنعطيهم كربومول فوسفات، والATP الثاني علشان ناخذ انرجي ويضل التفاعل ماشي فورورد. الانزيم اللي رح نستخدمه هون اسمه كاربوميل فوسفيت سينثيتيز 2، نركز على 2 لانه في عنا واحد بس مش موجود معنا حاليا. فهاي الخطوة تعتبر البرايمري او الموست امبورتنت ريجولاتوري ستيب عند الثدييات. طب شو الريجوليشن تاعها؟ اول اشي البي ار بي بي اللي هم السبستريت والاي تي بي رح يعملوا لنا اكتيفيشن، واصلا وجود الاكتيفيشن بدلنا انه انا عندي بيورين كتير، فاحنا لازم نصنع بايريميدين عشان يصير في بينهم توازن. فلو انسألنا ايش الانزيم اللي بيخلينا نعمل توازن بين البايريميدين والبيورين سينثيسز، هو الكربومول فوسفيت سينثيتيز 2 اللي رح يعمل انهيبيشن كالعاده الاند برودكتس اللي رح يطلعوا بالاخر. هاي الخطوه الريفرسبل بس بنفس الوقت مش كوميتد ستيب. ليش مش كوميتد او مش ملزمه؟ لانه الكربومول فوسفيت مش ملزمه انها تكمل بالبايريميدين نيوكليوتايد سينثيسز، وبتقدر تدخل لليوريا سايكل.
هاي بالنسبة للخطوة الأولى. بالنسبة للخطوة الثانية رح نشيل الفوسفات منها ونربط الأسبارتات مكانها عن طريق أسبارتات ترانس كاربوميليز، رح ينتج عنا كاربومول أسبارتات، وهاي الخطوة هي الكوميتد ستيب وكمان الريجولاتوري ستيب البروكاريوتس. ايش اللي راح يعمل لها اكتيفيشن؟ الاي تي بي كالعاده، واللي راح يعمل لها انهيبيشن اللي هي الاند برودكتس اللي راح يطلعوا بالاخير اللي هي السي تي بي. بالنسبه للخطوه الثالثه، هلا انا عندي هاي الحلقه مفتوحه فانا لازم اسكرها. كيف راح اسكرها؟ عن طريق تفاعل دي هايدريشن. فبالتالي انا راح اعمل دي هايدريشن واسكر الحلقه، راح ينتج عندي داي هايدرو اوريتيت، والانزيم اللي استخدمته هون هو الداي هايدرو اوريتيز. هلا في معلومه كاتبتها الدكتوره انه في عنا اشي اسمه كاد، CAD، هو كومبلكس مصنوع من الانزيمات اللي حفزوا اول ثلاث خطوات. اذا اول انزيم حرف السي، ثاني انزيم حرف الاي، وثالث انزيم حرف الدي، عملوا كومبلكس سميناه كاد. رابع خطوة كتير مهمة وهلا رح نعرف ليه. إذا بالخطوة الرابعة بدي أشيل اثنين هيدروجين، شايفين هاي هيدروجين هون وهيدروجين هون، بدي أشيل واحدة من هون وبدي أشيل واحدة من هون، بالتالي أنا رح أعمل أوكسيديشن. عملت أوكسيديشن لازم أعمل ريدكشن. لمين رح أعمل ريدكشن؟ لل FMN، رح تصير FMNH2 باستخدام الإنزيم داي هيدروريتات دي هيدروجينيز، وصرنا عارفين إنه دي هيدروجينيز يعني أنا صار عندي أوكسيديشن. كثير مهم نعرف إنه هذا الإنزيم مش موجود بالسايتوسول زي باقي كل الإنزيمات، هذا الإنزيم موجود بالميتوكوندريا. إذا الداي هيدرو أوريتيت دي هيدروجينيز اللي بيحفز الخطوة الرابعة من البايريميدين نيوكليوتايد سينثيسز موجود وين؟ بالميتوكوندريا. في دواء كمان مهم نعرفه اللي هو ليفلونومايد، الدواء هذا بيعمل إنهيبيشن لهذا الإنزيم، فبالتالي راح يساعدنا بعلاج الريماتويد أرثايتس. بالنسبة للخطوة الخامسة، رح أضيف الأوريتيت للكربون الأولى على الرايبوز 5 فوسفيت وأشيل البايروفوسفيت، فباستخدام طبعا الإنزيم اللي هو إريتش ديليت، فرح أو عفوا رح أستخدم إنزيم أوريتيت فوسفورايبوزيل. طبعا إيش المشكلة بالجينيتكس؟ ما بتنحفظ، إذا حفظتوها رح تنسوا، يعني من كتر الإنزيمات اللي حكيتها خربطت، بس لما أرجع أفهم التفاعل بتذكر شو اسم الإنزيم. فزي ما حكينا راح اضيف الاوريتيت للكربون الاولى تاعت البي ار بي بي واشيل البايروفوسفيت، راح يطلع عندي اوريتيديليت. وايش الانزيم اللي راح استخدمه؟ اوريتيت فوسفورايبوزيل. فكتير مهم تفهموا الجينيتكس علشان بالامتحان ما تخربطوا. بدي اذكركم كمان انه البي ار بي بي هي الاكتيف فورم تاع الرايبوز 5 فوسفيت، فاوريدي في عندنا هون خطوه اكتيفيشن بس احنا ما كتبناها، ففعليا هاي الخطوه استهلكت 2 اي تي بي تاعون الاكتيفيشن بشكل غير مباشر، اذا اندايركتلي استهلكت 2 اي تي بي. هلا احنا وصلنا للاند برودكت اللي هو الاوريتيديليت اللي هو بيرنت بايريميدين نيوكليوتايد. طيب هلا عندي هون اوريتيديليت بدي اطلع منها يوريديليت، فبعمل دي كاربوكسيليشن. فدي كاربوكسيليشن طبعا ضروري نعرف انها على الكربون رقم 6 عن طريق الاو ام بي دي كاربوكسيليز، والريجوليشن بهاي الخطوة انه الاند برودكت اليوريديليت رح يعمل انهيبيشن، وهاي يعني تعتبر سكندري ريجولاتوري ستيب. فهون لو بدنا نرجع نحسب الاي تي بي اللي استهلكناها، استهلكنا اي تي بي بالخطوة الاولى بشكل دايركت، و 2 اي تي بي اللي هو استهلكناهم من شوي بالخطوة الخامسة، ايوه هاي بشكل اندايركت. اذا 2 اي تي بي دايركتلي و 2 اي تي بي اندايركتلي صاروا 4. هون بدي اعرف انه لي يو ام بي بدي احولها ليو تي بي، وصرنا عارفين انه بنستخدم اول اشي نيوكليوسايد مونوفوسفيت كاينيز، بعدين نيوكليوسايد داي فوسفيت كاينيز، وحكينا عن هدول الانزيمات. طيب هلا لو بدي احول اليو تي بي للسي تي بي، ايش رح اعمل؟ رح اعمل امينيشن. اذا بتتذكروا اليوراسيل كيف كنا نحولها لسايتوسين، نعمل لها امينيشن. فانا هون عملت امينيشن عن طريق انزيم اسمه سي تي بي سينثيتيز، على الكربون الرابعة حطيت امين، ربطت امين. الامين من وين اجتني؟ الان من وين اجتني؟ من الجلوتامين. اذا الجلوتامين تبرع لي بان، فعملت امينيشن، ورح استهلك هون طاقة اي تي بي، عشان هيك اصلا اسمه سينثيتيز. هلا هون بدي اياكم تركزوا منيح عشان تقدروا تستوعبوا ايش اللي صار. لو انا بدي احول ال CTP ل TMP، هلا تتذكروا الثايمين ما كان موجود بالرايبوز بس موجود بشكل دي اوكسي رايبوز، فانا باختصار بدي اطلع دي اوكسي، يعني بدل الرايبوز بدي يصير عندي دي اوكسي.
رايبوز. طيب الانزيم اللي بيحول لي الرايبوز لدي اوكسي رايبوز كان ما بيشتغل، اللي هو رايبونيوكليوتيد ريدكتيز، ما رح يشتغل غير اذا كان السبستريت داي. فانا بدي احول السايتيدين ترايفوسفيت لسايتيدين داي فوسفيت عن طريق دي فوسفوريليز. استخدمت انزيم اسمه دي فوسفوريليز شالي للفوسفات. بعدين بدي احولها لدي اوكسي، رح استخدم رايبونيوكليوتيد ريدكتيز. اذا حولت السي دي بي لدي اوكسي سي دي بي عن طريق رايبونيوكليوتيد ريدكتيز. بعدين بدي احول السيتوسين ليوراسيل لحول القواعد النيتروجينيه. هلا اليوراسيل عشان احولها لسيتوسين بعمل امينيشن، فلو بدي اعمل العكس احول السيتوسين ليوراسيل بدي اعمل دي امينيشن، فطلع عندي دي اوكسي يوريدين داي فوسفات. كمان مره رح اعمل لها دي فوسفوريليشن، اشيل منها فوسفات حتصير دي اوكسي يوريدين مونوفوسفات، واخيرا احولها لثايمين عن طريق الميثيليشن. فببساطة هاي الخطوات يمكن تشوفوها طويلة بس لو فهمتوها يعني حتكون كتير بسيطة. طيب هلا لما عملت ميثيليشن من وين انا جبت المثل؟ جبته من N5N10 ميثيلين تتراهايدروفيلات. طب ال N5N10 ميثيلين تتراهايدروفيلات من وين اجت؟ اذا تتذكروا اخذنا بالبايوكيمستري انه B9 او الفوليت او الفوليك اسيد الشكل الفعال تاعه اسمه تترا هيدروفوليت. طب التترا هيدروفوليت كيف بدي اجيبها من الفوليت؟ بدي اعمل ريدكشن مرتين، بكل مره راح اخذ 2H. اذا راح اخذ 2H بعدين 2H اوصل لتترا هيدروفوليت. الانزيم اللي راح يعمل هاي الخطوات انه فوليت تصير داي هيدروفوليت عن طريق داي هيدروفوليت ريدكتيز. بعدين بعمل كمان مره ريدكشن بحول الداي هيدروفوليت لتترا هيدروفوليت عن طريق داي هيدروفوليت ريدكتيز، صار عندي تترا هيدروفوليت. هلا التترا هيدروفوليت رح يعطينا ثلاث اشياء، يا اما بعطينا N10 فورمال تترا هيدروفوليت اذا بتتذكروا استخدمناها بالبيورين سينثيسيس، او رح يعطينا اللي هي N5N10 ميثيلين تترا هيدروفوليت اللي هي اخذنا منها المثل لنعمل ميثيليشن، ورح يعطينا كمان N5 ميثيل تترا هيدروفوليت ما رح تهمنا حاليا يعني ما بتدخل بالسينثيسيس تاعون البيورين والبايريميدين. رح نحكي عن مرض اسمه سباينا بيفيدا. هذا المرض بيكون في عنا ديفيشنسي بالفوليت عند المرأة الأحامل، فرح يكون في عنا مشكلة بالسباينال كورد عند الجنين. لهيك لازم نعرف انه المرأة الحامل قبل من تحمل بثلاث شهور لازم تبدأ تاخد اللي هو الفوليت سبليمنت. طيب نيجي نحكي عن أدوية بتساعدنا بعلاج السرطان. اول واحد اسمه فلورو يوراسيل، من اسمه انه انا عندي يوراسيل على الكربون الخامسة عندنا فلور. هلا اليوراسيل بالكربون الخامسة لو اتصل فيها ممكن بيتصل فيها بالاساس مثل، فبالتالي انا بدال المثل اللي هو بيعملنا ثايمين صار عندي فلورو يوراسيل، فانا بطل عندي دي اوكسي ثايمين ثايميدين مونوفوسفيت، ما عندي القاعدة الناتجة اللي هي ثايمين، ما رح تتكون، ما رح يتكون النيوكليوتايد تاعها، فأنا ما رح أقدر أصنع دي إن إيه. بما إني ما صنعت دي إن إيه ما عندي سيل ديفيجن، بالتالي هذا الإشي بيساعدني يعني أعالج الكانسر. كمان دواء اللي هو ميزوتراكسيت، هذا الدواء بيعمل إنهيبيشن للداي هيدروفوليت ريدكتيز. إيش الداي هيدروفوليت ريدكتيز؟ نرجع لورا اللي هو كان يحول لي الفوليت للاكتيف فوم تاعها. فلو انا ما عندي الاكتيف فوم تاع التترا هيدروفوليت، يعني انا ما عندي N10 فورمال تترا هيدروفوليت اللي بستخدمها لتصنيع البيورين، ما عندي N5N10 ميثيلين تترا هيدروفوليت اللي بستخدمها لتصنيع البيورين، يعني انا لا صنعت بيورين نيوكليوتايدز ولا بايريميدين نيوكليوتايدز، فما قدرت اصنع دي ان ايه، ما عندي سيل ديفيجن، بالتالي انا هيك بعالج الكانسر. اخر اشي اجينا عليه اللي هو في عنا دواء سلفاميثاكزول اللي رح يعمل انهيبيشن لتصنيع الفوليك اسيد بالبكتيريا. بما انه منع تصنيع الفوليك اسيد بالبكتيريا يعني ما البكتيريا صار لها موت او رح تموت فعليا انه ما عندها سيل ديفيجن. وكمان في عندي ترايميثوبريم رح يمنع الداي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم، فبرضه رح يمنع تكوين التترا هيدروفوليت، فبالتالي ما عندي سيل ديفيجن فرح تموت البكتيريا. لو عملنا كومبينيشن بين هدول الدوائين اللي هو سلفاميثاكزول والترايميثوبريم رح يطلع عنا دواء بنقدر نستخدمه لنعالج اليورينري تراك انفكشن. طبعا ليه هذا الدواء ما رح ياثر على خلايا الانسان نفسهم؟ لانه الانسان ما بيقدر يصنع الفوليك اسيد، جسمنا ما بيصنع الفوليك اسيد، بناخده من الدايت، بينما البكتيريا بتقدر تصنع الفوليك اسيد. هيك بنكون خلصنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا على الشرح، واذا عندكم اي سؤال بتقدروا تسالونا، وموفقين يا رب.